في السماء، هجوم في السماء، شوف اللي ما شفتوش عندنا، هجوم في السماء. رانيا اهلا بيكي، مستعده لمغامرتنا النهارده؟ مستعده، يلا بينا. مواصفات المغامر في الحياه عموما متوفره فيكي وبشكل كبير، وبما انك شخصيه مغامره في حياتك، ورينا بقى روح المغامر هترد على اسئلتنا دي ولا لا. قلتي قبل كده ان دماغك ناشفه وعندك رد فعل سريع، تفتكري ده بينفع وقت المغامرات؟ طبعا بينفع طبعا، لانه هي المغامره عايزه رد فعل سريع، وعايزه دماغ ناشفه. عايزه دماغ ناشفه طبعا، وانا دماغي ناشفه. لو كنت سوبر هيرو بيطير كان هيبقى اسمك ايه؟ سوبر هيرو بيطير، مبدئيا انا بحب الطيران جدا، يعني انا بحب الطياره اكتر مثلا مركب، يعني بحب الجو والسماء اكتر من البحر. انا بخاف من البحر لكن ما بخافش من السماء، فاحب ان انا اطير جدا، فبقى فلاينج انجل رانيا مثلا، حاجه كده. بالنسبه لك المغامره من غير ايه ما تبقاش مغامره؟ من غير متعة، من غير ما أكون اتعلمت منها حاجة، من غير جنان، وأنا مجنونة جدا، يمكن ما بانش كده، أنا بان هادية خارجيا، داخليا لسعة خالص. بحب المغامرات يعني، بحب الجنان، وبحب أن أنا أتعلم طول الوقت. طيب رانيا، إيه مكان في مصر نفسك تروحي تعملي فيه مغامرة؟ شرم الشيخ، بحب شرم الشيخ قوي. بحب أسوان قوي جدا، أنا شايفة أنها جنة ربنا في الأرض، يعني أسوان أحب أعيش فيها كمان، يعني حلم حياتي أن أنا أعيش في أسوان. طب سهل بالنسبة لك تسيبي القاهرة وتروحي تعيشي في أسوان عادي؟ ما أنا مغامرة. صح. إيه المشكلة؟ سهل على فكرة، سهل، لأن أنا حابة البلد، حابة الناس، حابة الجو. أنا بحب الجو الدافي، يعني الجو البرد ده مش بتاعي خالص. فبحب الحر والصيف والجو الدافي أكتر.